سواء تسجيل محاضرة، نظام كورس، أي حاجة هنقولها دلوقتي. بص، أول حاجة صلى على النبي بس صلى الله عليه وسلم. أنا دكتور محمد غزال، اللي ما يعرفنيش أو أول مرة يدخل معانا. هنبدأ إن شاء الله الكورس زي ما اتفقنا، كورس الفسيولوجي والإنترنال ميديسين. هنبدأ الأول إن شاء الله بالفسيولوجي، وبعد كده هنكمل في الإنترنال. إن شاء الله زي ما اتفقنا هنبدأ بالسيستمز، وكل سيستم هيكون ليه بي دي إف. أي كلمة في المحاضرة مكتوبة في البي دي إف، البي دي إف هتاخده، هو المفروض تاخده قبل الحصة، بس المرة دي عشان بس كنت بشتغل في البي دي إف شوية فهديهولك بعد الحصة. زي ما اتفقنا كل اسبوع هيكون في حصتين، يوم الاثنين والخميس الساعه 8 مساء. بعد كده هنزود شويه الحصه، اول مره هتبقى بسيطه شويه، ممكن ساعه، ساعه وربع، بس بعد كده هنزود. يعني في الاول زي ما يكون معاك عربيه بتزقها بالراحه شويه شويه، بعد كده بتصير زي الصاروخ. يعني اول حصه هتبقى مثلا ساعه، ساعه وربع، حاجه خفيفه، بعد كده هنزود شويه. فتزعلش مني لما تبقى الحصه في يوم من الايام 3 ساعات، مش بخوفك، بالعكس اقسم بالله هتحب معايا الطب، وهتحب معايا الكورس، وهتحب وهتعشق حاجه اسمها فيسيولوجي وباثولوجي وانترنال وجراحه واي ان تي، كل حاجه تعشقها باذن الله. مش بحب اشكر في نفسي، بس الحمد لله بشكر في مجهودي ومجهودكم معايا باذن الله، هنوصل لاعلى نتيجه ان شاء الله. الكورس عشان برضو يعني لحد الان في ناس بتسالني سعر الكورس كام؟ الكورس مجاني، والله مجاني. انا قلت قبل كده ان الكورس كنت عامله عشان كنت ناوي حاجه، يعني ناوي اعمل حاجه بيني وبين ربنا، ف يعني فقلت ايه، يمكن دعوه غريب تكون سبب ان شاء الله في استجابه الحاجه دي. فحبيت اعمل الكورس ده، ما فيش منه اي غرض مادي، تقربا بس لله، حاجه كده بيني وبين ربنا. البي دي افات كلها مجانا، وكل حاجه مجانا. ف لما بشتغل معاك، بشتغل معاك، تسلم يا ياسر، بشتغل معاك وبعمل معاك مجهود، يعلم ربنا، اقسم بالله، اقسم بالله، البي دي اف اللي انا بعمله اللي انت بيجي لك على الجاهز، البي دي اف بياخد معايا تقريبا شهر. والله البي دي اف انا لسه اول امبارح اخوي كان في المستشفى وسبته في المستشفى، وكنت واخد معايا الايباد في المستشفى وشغال، ورجعت من المستشفى الساعه 2 بالليل، قعدت لحد الصبح شغال في البي دي اف عشان اخلصه عشان يجي لك جاهز في ميعاد. واخوي كان في المستشفى بيعمل عمليه. فتقديرا لكده، لما نقول حاجه في الكورس يعني نمشي عليها. بمعنى الكورس هيكون ليه حضور وغياب، الكورس هيكون ليه حضور وغياب. هتوصل عدد معين من الحصص، لو غبتها من غير ما تزعل مني ولا ازعل منك هكون قايل لك النظام من دلوقتي، هيتم فصلك من الكورس، ودكتور حمزه المساعد بتاعي هو ليه الصلاحيه انه يمشيك من الكورس، لان هو اللي بياخد الغياب والحضور، وهكون قايل له وهقول لك برضو عدد معين من الحصص لو غبتها، لو غبتها فدكتور حمزه ليه الحق انه يفصلك من الكورس. ما بعملش كده عشان شايف نفسي عليك او بقرفك في حياتك، لا بالعكس والله، انت لو مشيت معايا في النظام اللي انا هعمله اقسم بالله هتيجي في اخر الكورس هتدعي لي ومن قلبك. بعمل كده عشان اعلمك الالتزام، لان اهم حاجه في اي حاجه في الدنيا الالتزام. حتى الصلاه، يعني ربنا عمل الصلاه 5 فروض في اليوم عشان ايه؟ يعلمنا الالتزام. فاحنا لما نعمل حاجه تلتزم بيها، حتى على الاقل يا اخي تقديرا ليا انا اللي ما باخدش منك اي حاجه، ما باخدش منك اي عائد مادي. فهيكون في عدد معين من الحصص، لو جبتها هيتم فصلك من الكورس زي ما اتفقنا. كل حصه ابتداء من الحصه الجايه، ابتداء من الحصه الجايه، كل حصه هيكون لها تاسك. التاسك ده مش بعرفك بيه برضه، التاسك ده انا بعمله لك، جايب لك اسئله من يو سي من دي، مشترك في مواقع، يعني في مواقع بتاخد مني دولارات، 100 دولار 150 في الشهر، ده عشانك انت، الحاجات دي ما تلزمنيش، الحاجات دي عشانك انت. فالحاجات دي مشترك فيها عشان اجيب لك اسئله منها. فالتاسك هيتبعت لك، التاسك ليه مده معينه وهيبقى اكسباير، التاسك هينزل على جوجل كلاس لمده معينه وهيبقى اكسباير. لو ما حلتش تاسك الاثنين برضه هيتم فصلك من الكورس. فتحضر وتلتزم، ما فيش طالب عندك يدخل معايا الكورس الا يا اما يلتزم ويكمل، او يكره حياته ويسيب الكورس، او يتفصل، حاجه من الثلاثه. هيكمل معايا، هيجي في اخر الكورس انا اوعدك
اوعدك بعد شرف ان اقسم بالله مستواك هيكون في حته تانيه ان شاء الله بتعبك وتعبي وتوفيق ربنا في الاول والاخر. تاني حاجه، يا اما هيسيب الكورس، لان لما تدخل جوه الكورس وتلاقي فيه 200 300 طالب كلهم ما شاء الله مستوياتهم وانت قاعد بتاكل في شهر، فمش هتتعامل معاهم، هتكره نفسك تقول ايه الناس دي، وهتلاقي الجو مش لطيف بالنسبه لك وهتسيب الكورس وتمشي، او ان هتصلك من الكورس هتلاقي نفسك كده مره واحده بره الكورس. فمثلا النهارده يعني انا مسجل معايا 350 طالب او تقريبا 350، اللي حضر النهارده ما يكملش ال 200، فال 100 ولا 150 طالب التانيين دول اللي هم كاتبين اسمائهم ككماله عدد ما ينفعش معاه النظام ده، اي حد هيدخل كماله عدد هي حصه في الثانيه هتلاقي نفسك بره. فانا بستغرب اللي هو مش عايز يحضر الكورس وداخل يسجل اسمه وخلاص. انت داخل ليه؟ داخل ليه؟ اللي هو حاجه مجانيه فيلا بينا. لا لا، ده حاجه نحترمها ونلتزم بيها عشانك انت في الاول والاخر، مش عشان يعني. تمام؟ نبدأ على بركة الله، أنت خفت ولا إيه؟ نبدأ على بركة الله. يلا بينا. نسمي الله بس ونبدأ. وشكرا بجد على أي حد سأل عليا وسأل على أخوي. الحمد لله أخوي عمل عملية وأنا كنت من المشاركين في العملية، وده طبعا كان مخوف جدا، لأن أخوي بيسميني دكتور تاف، دكتور الموت، نسبة لأن أول حالتين في حياتي ماتوا، فأخوي كان مرعوب وأنا داخل العملية معاه. الحمد لله ربنا كرم وعمل عملية وقعدت على خير الحمد لله. وشكرا كمان على اللي بارك لي على التخرج، أنا النهارده الحمد لله اتخرجت. عقبالكم يا رب كده، إن شاء الله نفرح بيكم تبقوا أحسن دكاترة في الدنيا. تمام دكتور حمزه، لو في اي حاجه، لو في اي حاجه مشكله في الصوت او الصوره ابعت لي على الواتساب. تمام، لان انا بره الزوم، لو بعت حاجه على الزوم مش هشوفها. هنبدا بالجاسترو انتستينال تراكت. قلنا هناخد السيستم ده ان شاء الله كامل من البدايه. جاسترو انتستينال تراكت، الجهاز الهضمي. طيب الجهاز الهضمي بيبدا بايه؟ هناخده كاناتوم بسيط وحطه تحت كلمه بسيط دي 100 خط. جاسترو انتستينال تراك كاناتوم بالتفصيل هيكون ليه كورس خاص بيه في الاناتوم، لكن احنا هناخد دلوقتي الحاجات الهيستولوجي والحاجات الاناتومي اللي تخصنا عشان نكمل بيها السيستم ونكمله، انما بالتفصيل الدقيق ان شاء الله في كورس اناتومي هنشرح فيه كل السيستم، كل السيستم. فالجاسترو انتستينال تراك، احنا عارفين طبعا الجاسترو انتستينال تراك ده بيبدا بفتحه وينتهي بفتحه. بيبدا بفتحه الماوث تمام، ويبدا من الماوث لحد الفارينكس، من الفارينكس للايسوفيجاس، الايسوفيجاس للاستومك، من الاستومك للامعاء الدقيقه سمول انتستاين، ثم الى اللارج انتستاين، ثم الى الريكتم وفتحه الشرج. الناس اللي هي لسه هتدخل سنه اولى الكلام هيكون صعب عليك في الاول، بس بعد كده هيظبط معاك ان شاء الله ما تقلقش. فان شاء الله النهارده نشرح الجاستر انتستينال تراك. قلنا بيبدا باول فتحه الماوس، والاكل يقعد يمشي 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 لحد ما يخرج الفضلات من فتحه الشرج الانس. تمام، طيب هنقف في الجاستر انتستينال تراك يا شباب. هناخد كل جزء في الجاستر انتستينال تراك، هناخد الاناتوم بتاعه بيتركب ازاي، والهيستولوجي، وايه وظيفته في الهضم، بعد كده هينتهي بيه الديزيز اللي ممكن تحصل فيه. يعني هنبدا بالماوث، هناخد بقى اناتومي بسيط على الماوث، هناخد شويه هيستولوجي بسيطه على الماوث، هناخد الفانكشن والفيسيولوجي بتاعت الماوث في الهضم، بعد كده هناخد الفارينكس، ثم الاسوفيجاس، ثم الاستومك، ثم السمول ستاين لارج ستاين. تمام، بس اول حاجه نحكي شويه كلام بسيط ملوش لازمه، بس لازم نحكيه. لو قلت لك الفانكشن اوف جاسترو انتستينال تراك، الفانكشن اوف جاسترو انتستينال تراك، ايه وظيفه الجهاز الهضمي؟ بكل بساطه انا ما احبش حد يحفظ، انا اكتب لك في PDF الكلام، بس احبك تفهمه الاول. من غير الفهم عمرك ما تحفظ.
انت جبت ساندوتش، ساندوتش بتاكله تمام؟ ايه وظيفه الجاستنتستينال تراكت؟ اول حاجه، اول حاجه حاجه اسمها ايه؟ انجشن. يعني ايه انجشن؟ ان يعني دخول، بتدخل يعني في عندك فتح الماوث فتحه قد كده بتدخل الاكل فيها. فالانجشن اول حاجه انت معاك ساندوتش هتدخله في بقك. بسيط، انجشن اول حاجه. طيب دخلت في بقك هتعمل بعد كده؟ digestion of food، هتمضغ الاكل هتهضمه تمام. يبقى اول حاجه انجشن، ثاني حاجه digestion. طيب الدايجشن في منك، في عندك نوعين، حاجه اسمها ميكانيكال وحاجه اسمها كيميكال. ايه بقى الميكانيكال وايه الكيميكال؟ الهضم الميكانيكال، ميكانيكال يعني حركي، يعني بالمضغ تشيل، بالمضغ تشيل تمضغ، عندك سنان بتقطع الاكل سوالو بتبلع، وانت بتبلع هتعرف ان الاكل اللي بيتمضغ وانت طالما هو ماشي لحد ينزل الاستومك، وحتى الاستومك نفسها بتقعد ايه تنقبض تنقبض عشان ايه تخلط الاكل ببعض. دي بيسموها الميكانيكال، دي بيسموها ايه الميكانيكال. طيب تاني حاجه الكيميكال دايجيشن، هناخد على مدار الجهاز الهضمي بتخرج، بتخرج انزيمات وهرمونز، وفي حاجه اسمها الصلايب الدعاء بيحتوي على انزيمز، والبنكرياس بيخرج انزيمز، فدي كلها انزيمات بتكسر الاكل الى قطع صغيره جدا. يبقى انت عندك دايجستشن هتاخد نوعين من الدايجستشن، يا اما ميكانيكال لو زي المضغ تشيونج والمعده تقعد تنقبض كونتراكشن عشان تهضم وتخرج الاكل ببعضه، او الاهم بقى الاهم اللي هو مين؟ الكيميكال. الكيميكال اللي هو ايه؟ عن طريق ايه؟ الانزيمات. هتعرف ان في الصليبه في انزيمز، في الاستومك المعده بتفرز انزيمز، البنكرياس بيفرز انزيمز، السمول انتستاين بتفرز انزيمز، دايجستيف انزيمز، وهنشرحها بالتفصيل، وبتخرج بتخرج من اي سيل وبتشتغل ازاي. طيب تالت حاجه الجهاز الهضمي بيعمل ايه؟ سكريشن. سكريشن لمين؟ احنا لسه قايلين سكريشن للانزيمات، سكريشن للعاب، اللعاب في بعض الصودز زي الكلور والصوديوم والبوتاسيوم بيخرج اثناء الهضم. يبقى اول حاجه انت اكلت الحاجه دخلتها ببقك انجشن، ثاني حاجه دايجشن الهضم، في منه ميكانيكال حركي وكيميكال اللي هو بالانزيمات، ثالث حاجه سكريشن. طول ما الاكل ماشي في الجهاز الهضمي الصلايبة تنزل انزيم، الاستومك تخرج انزيم تعمل سكريشن للانزيمز، البنكرياس السمول انتستاين. طيب الاكل اتهضم وكل حاجه وزي الفل، ناقص ايه بقى؟ لما ينزل في السمول انتستاين، لما ينزل في الامعاء الدقيقه هيحصل عمليه هندرسها بالتفصيل اسمها الابزوربشن، ابزوربشن الامتصاص. وما معنى، ما معنى الامتصاص؟ هو دخول المواد الدقيقة، يعني أصغر حجم المواد اللي أنت أكلتها بعد ما تتهضم وتتمضغ تماما هتنزل فين؟ في البلاد سيستم. يبقى نزول البارتيكلز المواد دي اللي اتهضمت إلى الدم، دي عملية هنشرحها بالتفصيل اسمها أبزوربشن. بعد كده إيه؟ خلاص الأكل اتهضم وامتص، في فضلات بقى، فضلات هيحصل لها إيه؟ اكسكريشن. اكسكريشن هتخرج بقى مع الفيسز البراز. يبقى انت من الاول تخيل معايا ان انت ماسك ساندوتش، اول حاجه بتدخله جوه بعض انجشن، بعد كده دايجشن، في منه كيميكال وميكانيكال، تالت حاجه ايه والاكل وهو ماشي، تخيل معايا في انزيمات بتخرج الجهاز الهضمي بيطلع انزيمز هاضمه سكريشن، الوظيفه الثالثه سكريشن، الوظيفه الرابعه الاكل اتمضغ وكل حاجه، هيحصل له ايه بقى؟ المواد بتاعته تدخل فين؟ البلاد سيستم. يبقى دخول المواد من الامعاء الى الدم بنسميها ابسوربشن، ودي ليها حصه كامله لوحدها. بعد كده ايه؟ خلاص الاكل اتهضم وامتصناه، في بقى فضلات في الاكل دي، بواقي من الاكل الجسم ما هضمهاش، لم تهضم، هتخرج فين بقى؟ مع الفيسز اكسكريشن. يبقى انجشن دايجشن سكريشن ابزوربشن اكسكريشن، ما تحفظ تخيلها بدماغك تمام. يبقى
ما الناس اللي بتقول لي يا دكتور طب لو واحد ما فهمش حاجه هتعيدها ولا لا؟ انت من نفسك دلوقتي ملاحظ ان انا بعيد الحاجه مره واثنين وثلاثه، ما فهمتش اول مره، تفهم الثانيه، تفهم الثالثه، ما فهمتش الثالثه هضربك بالنار. تمام؟ تمام. يبقى اول حاجه الاكل بينزل من الماوس، ده الماوس، الى هتعرف ان في عندك حاجه اسمها الفارينكس هنشرحها بالتفصيل، ثم حاجه اسمها الايسوفيجاس، الايسوفيجاس المريء، المريء ده هيفتح في الاستومك، الاكل لازم يتهضم في الاستومك، بعد كده ينزل فين؟ في السمول انتستاين، سمول انتستاين، الاكل من سمول انتستاين ده بعد ما يجي الهضم يا شباب 90% من الهضم والامتصاص يحدث في السمول انتستاين، the most important part، اهم جزء هنشرح فيه الدايجيشن بالتفصيل، 90% من الهضم والامتصاص يحدث في السمول انتستاين. طيب بعد كده الاكل هنا يا اما هيمتص ويندر الدم، والفضلات هتكمل فين بقى؟ هتكمل عندك في اللارج انتستاين، من اللارج انتستاين هتنزل ايه؟ الفيسز هينزل مع الاكل بقى، الاكل هتنزل مع الفيسز. تمام؟ طيب يبقى ده عندك اهو اول حاجه الماوث، بعد كده في عندك الفارينكس، الاكل ينزل من الفارينكس ثم الى الايسوفيجاس، بعد كده الايسوفيجاس تلاقيه فاتح هنا في المعده، طبعا المعده بيكون قدامها الليفر، يعني انت لو حشت الليفر ده، لو شلت الليفر هتلاقي عندك الايسوفيجاس هنا، هتلاقيه فاتح في المعده، هنشرح الكلام ده بالتفصيل، بعد كده هتلاقي المعده متصله مع السمول انتستاين، بعد كده هتلاقي سمول ستاين بتمشي، تلاقي كده تيوبس ملكلكه ببعض، وفي الاخر هنا اهو هتلاقي هنا فتحه فين؟ في اللارج ستاين اللي هي حوالين السمول ستاين، بعد كده الاكل هيقعد يمشي في الفضلات هتقعد تمشي في اللارج ستاين اللي احنا بنسميه الكولوم، ثم الى الريكتم المستقيم، ثم الى الانس فتحه الشرج. تمام؟ طيب تعال ناخد بقى كل جزء من البداية، كل جزء من أول الماوس لحد آخر حاجة في الـ digestive tract أو الـ gastrointestinal tract. طيب كده إحنا خدنا إيه؟ أول حاجة الـ function of gastrointestinal tract. طيب لحد الآن يا شباب في مشكلة؟ بس قبل ما ندخل في جزء تاني، طبعا ده كلام لسه لحد الآن بسيط، كلام انترودكشن يعني بسيط، لسه بقى ندخل في الشرح دلوقتي. لحد الآن في مشكلة؟ كله تمام؟ طيب عشان نتفق بقى يا شباب، الهيستولوجي اوف جاسترو انتستينال تراك، ليه بشرح لك الهيستولوجي بتاع الجاسترو انتستينال تراك؟ لأني في الأول حاجة لازم تعرف تركيب الوول بتاع الجاسترو انتستينال تراك عشان تعرف الانزيم بتخرج من فين، تاني حاجه هنحتاجها قوي في الانترنال عشان الامراض اللي بتاثر في ليرز مختلفه، يعني هتلاقي مثلا عندك في المعده حاجه اسمها جاسترايتس، جاستر يعني معده، اي تي اي اس يعني التهاب، التهاب المعده هيقول لك بياخد لحد اللير الطبقه رقم كذا. طيب لو حصل ألسر اللي هي القرحه، قرحه معديه اصعب من التهاب المعده، لا ده بياخد لحد اللير رقم كذا. تمام؟ فلازم تكون عارف الهيستولوجي بتاع الدايجستيف تراكت، واحب اطمنك ان الهيستولوجي بتاع الدايجستيف تراكت كله من اول الماوس لحد تحت كله واحد، يعني الدايجستيف تراكت هو عباره عن ايه؟ انبوبه. الدايجستيف تراكت انا بشبه بايه؟ بانبوبه، حتى بنسميه ساعات جاسترو انتستينال كنال،
انبوبه فاتحه من اول الفم لحد تحت خالص، لحد فين؟ لحد الانس. تمام. الوول، الانبوبه دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من وول، جدار، والتجويف اللي في النص اللي بيمشي فيه الاكل، اللي بيمشي فيه الاكل بنسميه ايه؟ ليومن. يعني مثلا عندك، مثلا عندك المعده، مثلا المعده كده اهو، ده بنسميه الوول، واللي جوه ده الفراغ اللي بيقعد فيه الاكل بنسميه الليومن. الاسوفيجس هو انبوبه طويله كده اهو، اللي هو المريء، ده اللي من بره ده بنسميه الوول، واللي جوه ده بنسميه ايه؟ اليومن، تجويف بيمشي فيه الاكل. فهو عباره عن انبوبه تتكون من جدار والتجويف اللي بيسير فيه الاكل. فاحنا لازم نعرف الهيستولوجي بتاع الجدار، الجاسترو انتستينال وول. تمام؟ لازم نعرفه بالكامل. طيب الجاسترو انتستينال وول بيتكون من فور لايرز، فور لايرز. تعالى ناخدهم من جوه لبره، من جوه لبره. يعني مثلا عندك هنا اهو، مثلا ادي الاسوفيجس اهو، مثلا او الاستومك او السمول انتستاين، كلهم نفس التركيب، نفس التركيب الهيستولوجي. تمام. لو اخذنا قطعه من الوول دي وكبرناها من جوه لبره، يعني ادي لير، ادي الثانيه، ادي الثالثه، وادي الاخيره الرابعه. هناخد من اول لير لحد من جوه لبره، لحد لير رقم اربعه. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي هما فور ليرز. اول لير طبعا لازم، لازم طبعا اللي هي مين؟ ميوكوزا. ميوكوزا ايه الميوكوزا بقى دي؟ ميوكوزا هي عباره عن طبقه مخاطيه، في مخاط، مخاط بيكون مغطي زي جدار مغطي الجاسترنتستينال وول. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان الاكل اللي انت بتاكله مليان، مليان مايكروبس، مليان بكتيريا، عندك بتاكل اكل حامضي، فلازم الجاسترنتستينال تراك يكون مغطى باول طبقه بنسميها الميوكوزا. الميوكوزا هي عباره عن جدار مخاطي، مخاط بيغطي كل الجهاز الهضمي، ودي اول لاير من جوه. طيب الميوكوزا دي يا شباب بيتكون من 3 كونتنتس. اول لاير اللي هي ان كونتاكت مع الاكل اللي هي مين؟ الابيثيليوم. دي اول لاير ان كونتاكت مع الفود، الابيثيليوم، ابيثيليوم. تمام. ثاني لاير بنسميها لامينا بروبري. احنا على فكره احنا لحد الان في اول لاير هي الميوكوزا، بس انا بقول الميوكوزا تتكون من 3 طبقات، يعني اول طبقه نفسها تتكون من 3 طبقات. اول طبقه بنسميها مين؟ ايبيثيليا، الايبيثيليا. طيب ثاني طبقه بنسميها لامينا بروبريا، لامينا بروبريا. اللامينا بروبريا دي يا شباب فايدتها ايه؟ فايدتها اني لما نيجي نشرح الهيستولوجي بالتفصيل باذن الله هتعرف ان الايبيثيليوم ده هو غشاء ملوش بلاد سبلاي، مفيش دم، الدم مفيش ارتري بيوصل لحد الايبيثيليوم. فاللامنا بروبريا بيوصلها بلاد فيزل، في اوعيه دمويه بتوصل لحد اللامنا بروبريا، فبتغذي اللامنا بروبريا، وبالمره الدم ده بيوصل ويغذي الايبيثيليوم. تمام. يبقى اللامنا بروبريا بيوصلها البلاد فيزلز عشان يغذي الابيثيليوم اللي فوقيها. طيب تالت لير في الميوكوزا حاجه بنسميها ماسكولاريس ميوكوزا، يعني الجزء العضلي من الميوكوزا. ودايما احنا عارفين ان العضل وظيفته ايه؟ وظيفته ان بيعمل ايه؟ بيعمل استابلايزيشن للاورجن. يعني الميوكوزا دي حاجه خفيفه، فربنا حاطط لك في الميوكوزا اخر طبق من الميوكوزا لير كده، لير بتعمل ايه؟ استابلايزيشن، بتساعد في انها تحمي، تخلي الميوكوزا ثابته في مكانها. يبقى الهيستولوجي اوف جاسترونتستينال تراك قلنا كلهم نفس التركيب،
نفس الهيستولوجيكال استراكشر من اول ما اوصل حتى تحت. فور لايرز من جوه لبره. ميوكوزا اول لاير، اول لاير ان كونتاكت مع الفود الميوكوزا. الميوكوزا نفسها تتكون من ثلاث طبقات. اول طبقه اسمها ايه؟ اسمها قول معايا عشان تحفظ، قول معايا الابيثيليوم. ابيثيليوم. طيب بعد الابيثيليوم، الابيثيليوم ده ان شاء الله هنعرف برضو ان هو من نوع معين عشان يستحمل الانزيمات الهضمية اللي بيتعرض لها، يستحمل الاحماض اللي بيتعرض لها، يستحمل البكتيريا والباثوجين. في نوع معين من الابيثيليوم موجود في الجاستروانتيستينال تراك. بعد كده اللمنا بروبريا تحتيه. اللمنا بروبريا دي بيوصلها البلاد ارتريز عشان تتغذى وتغذي الابيثيليوم معاه. بعد كده ربنا حط لك ايه؟ ماسكولاريز ميوكوزا، يعني الجزء العضلي من الميوكوزا عشان يخلي الميوكوزا ايه؟ ثابته في مكانها. طيب كده احنا خلصنا اول لير. طيب اللير بقى الثانيه اللي تحت الميوكوزا بنسميها ايه؟ من اسمها صاب ميوكوزا. صاب يعني تحت، اللي تحت الميوكوزا اللير الثانيه. احنا بنتكلم من جوه اول حاجه الميوكوزا، بعد كده الصاب ميوكوزا. الصاب ميوكوزا بيكون ايه؟ بيوصل لها بقى بلاد ارتريز، بلاد فيزلز، بس اكبر من اللي كانت بتوصل لمين؟ لللمنه بروبريا. تمام، اكبر من اللي كانت بتوصل لللمنه بروبريا. عشان هنعرف بعد شويه، هنعرف ان ايه الاكل. احنا قلنا الاكل بيتهضم، بعد كده الاكل ده مكوناته المفروض تنزل الدم. هتنزل الدم ازاي؟ عن طريق البلاد فيزلز اللي قريبه منها اللي في الصاب ميوكوزا. تمام، في عمليه اسمها ايه؟ الابزوربشن. احنا قلنا في عمليه اسمها ابزوربشن، اللي هو الاكل بعد ما يتهضم الاكل، تمام، بينزل في البلاد فيزلز، بينزل في الدم. دي اسمها عمليه الابزوربشن. هينزل في اي بلاد فيزلز؟ اللي عند الصاب ميوكوزا، لانها ارتريز اكبر من اللي في اللمنه بروبريا. تمام، طيب بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ ماسكيولاريس بروبريا. انت كان عندك ماسكيولاريس ميوكوزا، في بقى عندك ايه؟ ماسكيولاريس بروبريا كبيره بقى. بروبريا يعني كبيره، يعني ماسلز بقى كبيره بقى. ماسكيولاريس بروبريا. وهتعرف ان انت عندك برضو عشان تبقى قاعده ثابته في دماغك، عندك نوعين من العضلات في كل الجاسترو سباينال تراك. في عضلات بتلاقيها بالشكل ده يسموها ايه؟ سيركيولار، سيركيولار ماسل. وفي عضلات بقى فوقيها، سوري، في عضلات بقى فوقيها هتلاقي بالشكل ده. ليه؟ ليه؟ هتعرف دلوقتي ان في حركه في الكاسترو انتستينال تراك بنسميها بيريستالزيس. بيريستالزيس اللي هي عمليه ايه؟ طحن الاكل. فانت عندك عضلات بالعرض وعضلات بالطول ماسكين بيعصروا في الاكل ويخلوه يتحرك، يتحرك لقدام عشان ينزل لحد الاستومك، والاستومك ينزل في الانتستاين. فانت عندك عشان نبقى متفقين برضه، زي ما اتفقنا وقلنا كل الجاسترو انتستاينال تراك بيتكون من فور لاير، هنتفق برضه ان اللاير رقم ثلاثه اللي هي بنسميها ماسكيولاريس بروبريا فيها نوعين اساسيين من العضلات. واحده بالعرض بنسميها سيركيولار، واحدة بالطول بنسميها لونج، يعني طويلة، لونج تيودينال. تمام؟ وآخر لير بنسميها ادفنتشي أو بنسميها سيروزا. وأقول لك الفرق بينهم. خلينا نقول الكلمة السهلة سيروزا، بس هقول لك الفرق بين السيروزا والادفنتشي. مرة ننطق سيروزا، مرة ننطق ادفنتشي، وأقول لك الفرق بينهم في الآخر. يبقى اتفقنا تاني، هعيد للمرة ال 15. Histology of gastrointestinal tract. كل الـ GIT يتكون من 4 layers. أول layer الميوكوزا. ما لها الميوكوزا؟ الميوكوزا نفسها تتكون من 3 layers. من 3 layers. أول layer الإبيثيليوم، وهنعرف إن الإبيثيليوم نوع معين من الإبيثيليوم القوي اللي يستحمل التعرض للأكل. الاكل اللي انت بتاكله ده ما بيكونش استرايد، ما بيكونش معقد، بيتنزل فيه بكتيريا اللي بياكل من عند حنبوزه بتاع الكبده،
واللي بياكل كبده ما تعرفش اصلها ايه، ممكن تكون كبده كلاب. انا امبارح اكلت في مطعم والله كان اسمه هوهو، مطعم كبده اسمه هوهو، فانت متخيل؟ فاحنا بندخل مصايف في جسمنا، فلازم لازم الابيثيليوم يكون قوي. طيب بعد الابيثيليوم، الابيثيليوم ده مسكين يتعرض للميكروبات ويتعرض للاكل، ولكن ملوش بلاد سبلاي، مفيش دم بيوصل له، فربنا حط له طبقه تحتيه اسمها اللامنا بروبريا. اللامنا بروبريا دي بقى بيوصلها الدم فتغذي الابيثيليوم. طيب بعد كده في المصر الثالثه من الليره الثالثه من الميكوزا بنسميها ماسكيولاريس ميكوزا، يعني مصر كده بتخلي الميكوزا ماسكه في بعضها، الثلاث لير يمسكوا في بعض. وهتعرف ان الميكوزا زي ما بتعمل بروتكشن، اول وظيفه ليها البروتكشن، ثاني وظيفه فيها معظم الجلانز اللي بتفرز الانزيمز. مش احنا قلنا ان الجاسترو انتستينال تراك على طول الجهاز الهضمي في انزيمات بتهضم الاكل بتخرج من اللير الاولى اللي هي الميوكوزا. تمام؟ مفهوم يا شباب؟ طيب وخصم الجلانز بتكون موجوده في اللمنه بروبريا. ليه اللمنه بروبريا؟ شغل دماغك. لان اللمنه بروبريا هي اللي فيها البلاد سبلاي، والجلانز محتاجه بلاد سبلاي، محتاجه تتغذى بالدم عشان تفرز انزيمز. فهي موجوده في الميوكوزا. فين في الميوكوزا؟ هي موجوده ليه في الميوكوزا؟ عشان الانزيمز تكون قريبه من الاكل. طب فين في الميوكوزا؟ في اللمنه بروبريا. ليه؟ عشان اللمنه بروبريا هي اللي بيجي لها بلاد سبلاي، والجلاند الغدد محتاجه بلاد سبلاي عشان تفرز انزيمز. طيب بعد الميوكوزا في مين؟ ما تحت الميوكوزا، صب ميوكوزا، صب ميوكوزا. والصب ميوكوزا فيها البلاد سبلاي بس بلارج بلاد فيزلز، في بلاد فيزلز اوعيه دمويه لكن اكبر من اللي كانت في اللمنه بروبريا، وبرضه فيها جلانز بتفرز. بعد كده في مين؟ ماسكيولاريس بروبريا، بروبريا يعني كبيره. المصر بقى الكبيره بقى اللي هي رقم ثلاثه اللي بتمسك كل اللايرز اسمها ماسكيولاريس بروبريا. وزي ما اتفقنا ان كل الجهاز الهضمي اربع لاير، هنتفق ان اللاير رقم ثلاثه فيها تو ماسلز اساسيين، واحده بالعرض سيركيولار ماسل، واحدة بالطول لونج كيوتينال ماسل، مشبكين في بعض عشان يساعدوا في ان لما ينقبضوا قبضة قوية ويحركوا الأكل. في عملية هنشرحها بالتفصيل اسمها بيريستالزيس. بيريستالزيس. آخر لير وهي يسموها السيروزا، وعبارة عن كونكتيف تيشو، تيشو يعني قوي بيحمي بيمسك كل الليرز ببعضها. تمام؟ عشان لما اجي اقول لك قول لي الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الايسوفيجاس تجاوب عليه، واجي اقول لك الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الاستومك تتنح. ما هي نفس الشيء، نفس الحاجه. الفور ليرز في كل جي اي تي، الايسوفيجاس والاستومك والانتستاين، بس طبعا هيكون في هم الاربع لير دول ثابتين، بس في حاجات زياده تتناسب مع كل اورجان. يعني في الاستومك هتلاقي فيها حاجات، حاجه خاصه بيها زياده على الاربع لير. السمول انتستاين في حاجه زياده عليها على الاربع لير خاصه بشغل السمول انتستاين، لكن الاربع لير موجودين، بس كل اورجان هيبقى فيه حاجه زياده تتناسب مع شغله، وهنفهمها بالتفصيل. تمام؟ لحد الان في مشكله في الهيستولوجيكال استراكشر بتاع الجاسترو انتستاينال وول؟ والله هبشرها بعد البي دي اف بعد المحاضره، والله هبعته. طيب لحد الان في مشكله في الهيستولوجي بتاع الجاسترو انتستينال وول؟ يا جماعه بالله عليكم، بس حتى لو انت عارف الكلام ما تستكفش الكلام او تحس ان الكلام سهل، لانه مهم جدا جدا، وهزنقك في الانترنال لما نيجي وتعرف بقى واقول لك فرق لي بقى بين الالسر، ولما تيجي تمسك الاكس راي وتعمل اشعه ايش عرفك بقى ان ده التهاب ولا قرحه؟ ايه اللي عرفك بقى ان في المعده ده التهاب ولا قرحه؟ فما تحسش ان الكلام سهل فهو تافه، لا الكلام مهم جدا، وكل كلمه انا بقولها هنحتاجها. طيب تمام يا ياسر.
نبدا بقى بمين؟ باول حاجه بقى بالمسكين اللي هنحكي عليه كلمتين بسيطين جدا، اللي هو مين؟ الاورال كافيتي. دي اورال كافيتي. طيب نفتح بس الفيديو عشان انا احب اشرح بالاناتوم ايه على نفسي. ما الكورس ده خاص بأسنان وعام وصيدلة، كل الكلام ده هتحتاجه. طيب شايفيني يا شباب؟ شايفيني؟ شايفيني كويس؟ طيب أول حاجة طبعا هنشرح مين؟ دي أورال كافيتي. هنشرح كام حاجة، إزاي مش شايفني؟ شباب أنا ظاهر ولا لأ؟ أنا مش البي دي إف، أنا مش ظاهر؟ إيه يا عم، في حد يقول ظاهر وواحد يقول مش ظاهر ولا إيه؟ طب أهو كده، هو ظاهر ولا مش ظاهر؟ ما الفكرة مش عارف ليه أنا مش باين عندي إيه؟ محدش يعرف إزاي أخلي أنا أشوف نفسي؟ أنا إزاي أنا أشوف نفسي؟ آه كده ظهرت كويس طب ولا إيه؟ بس كده كده ظاهر يا جدعان. بس انا فهمت بقى ازاي بس خلاص عرفتها كده تمام. طيب اول حاجه الجي اي بي بيبدا منين؟ بالاورال كافيتي حبيبي محمد، بالاورال كافيتي. طيب هنشرح الاورال كافيتي حاجه بسيطه على السريع كده تمام، عشان نعرف نفهم بيها الفانكشن الخاصه بالدايجيشن في الاورال كافيتي. هو طبعا الدايجيشن في الاورال كافيتي كلام فاضي، لان الدايجيشن بيبدا من فين؟ من الاستومك، واهم حاجه مين؟ السمول انتستاين. طيب فالاورال كافيتي احنا دايما بنقسم الفم لثلاث حاجات. اول حاجه الليب، اللي هي العربي يسموها اللي هي الليب الشفاف، الليب والتيث الاسنان. طيب وما بين الليبس والتيث، يعني المكان ده الفراغ ده كله، يعني انت عندك اسنان اهي وفوقها مين؟ اللبس. فما بين اللبس والتيف يسموها ايه؟ فيستيبيول. الفيستيبيول يبقى انت عندك الفيستيبيول اللي هو بعد الاسنان، ما بين الاسنان واللبس، واللي جوه بقى اللي ورا الاسنان بقى اللي هو التركيب بقى الاساسي بتسميه ايه؟ اورال كافيتي بروبر او بروبريا. احنا قلنا بروبريا انا اساسي، ماسكولاريس بروبريا العضله الاساسيه. اورال كافيتي بروبريا الاورال كافيتي التركيب الاساسي اللي هو جوه. يبقى عندك اللبس والتيف ما بينهما الفيستيبيول، واللي جوه بنسموه ايه؟ الاورال كافيتي بروبريا. عندك من فوق هنا لو حطيت ايدك هنا اهو هتلاقي ايه؟ الحلق ده بيسموه ايه؟ الهارت بلاط. الهارت بلاط اللي هو الحلق ده الخشن. لو دخلت ايدك لجوه شويه، مش عايز بقى ارجع عليه، لو دخلت ايدك لجوه شويه هتلاقي مين؟ السوفت بلاط، هتلاقيه ناعم شويه. وانت عندك الهارد اند سوفت بلاط تمام. عندك السوفت بلاط جوه متصل بيه مين؟ حاجه اسمها الفارينكس. الفارينكس ولا بالعوم الفارينكس. الفارينكس ده بقى يا شباب الفارينكس في منه ثلاث اجزاء، جزء داخل لحد الان فوق يعني عندك هنا السوفت بلاط، وايه في حاجه اسمها ايه؟ النازو فارينكس، يعني الجزء من الفارينكس اللي هو قريب من مين؟ من الانف، اللي هو لما تتنفس الهواء يدخل من الانف يجي داخل فين؟ في النازو فارينكس. تحت شويه في حاجه اسمها ايه؟ اللي عند السوفت بلد حاجه اسمها الاورو فارينكس. بعد كده اللي داخل تحت بقى لحد الاسوفيجس ماسك في الحنجره حاجه اسمها لارينجو فارينكس. يبقى الفارينكس منه ثلاث اجزاء، نازل الفارينكس عند الانف من جوه بس، تحت شويه الاورو فارينكس، تحت شويه بقى لحد دور الرقبه فوق يسموه لارينجو فارينكس. بعد كده يلزق في مين؟ المريء الاسوفيجس اللي وصل لحد الاستومك تمام. طيب الاورال كافيتي اللي خصنا سيبك من الفرق، انسى دلوقتي الفارينكس، انسى خالص الفارينكس، خلينا في الاورال كافيتي. الاورال كافيتي اللي يخصنا منه في الهب حاجه اسمها ايه؟ اللعاب سلايفا. السلايفا بيخرج عن طريق مين؟ حاجه اسمها سليفري جلاند، الغدد اللعابيه. في مشكله في الصوت؟
انا بستغرب من اللي بيبعت لي رساله وانا بشرح، هو معايا في الجروب بيبعت لي رساله، ايه يا اكرام؟ الصلايبه تمام، اللي بتخرج من حاجه اسمها سليفري جلاند، الغدد الدعابيه. هنشرح دلوقتي بالتفصيل بقى الصلايبه مكوناتها وبتساعد ازاي في الهضم، وهل ليها وظيفه غير الهضم ولا لا؟ طيب عندك السليفري جلاند حاجه اسمها الميجور سليفري جلاند، السليفري جلاند الاساسيه اللي هم ثلاثه، وفي بقى حاجه اسمها الماينور سليفري جلاند، الحاجات الماينور على صغيره، حاجات بسيطه موجودين شويه في الخد هنا من جوه المكان الطري ده تمام، وشويه في الحلق. فالغدد الاساسيه الميجور سليفري جلاند هم ثلاثه، اول واحده تحت الاذن اهو تمام، بيسموها ايه؟ باروتيد جلاند بالاسم. ليه بقول لك بالاسم؟ ان هم اثنين، واحده هنا واحده هنا، باروتيد جلاند. طيب تحت المانديبول، انا قلت لك كلمه تحت يعني ايه؟ سب مانديبولار جلاند. وتحت اللسان في حاجه اسمها ايه؟ السب لينجوال جلاند. يبقى انت عندك اثنين باروتيد، اثنين سب مانديبولار، واثنين سب لينجوال. لينجوال يعني لسان، يعني تحت اللسان. طيب تعال نشرحهم دلوقتي بالتفصيل بقى على البي دي اف. يبقى السليفري جلاند، السلايفا اند سليفري جلاند، يعني الغدد الدعابيه واللعاب اللي بيخرج منها. السلايفا، السلايفا اللعاب ده اللي بيخرج. في مشكله في الصوت؟ شباب الصوت راح ولا واضح؟ تمام. فهناخد الصلايفه اللي هو اللعاب. اللعاب ده يا شباب اللي بيخرج ده، ايه وظيفه اللعاب ده؟ وهل اللعاب ده وظيفته الاساسيه في انك تهضم؟ لا، انا بقول لك من الاول لا. اللعاب انا قلت لك ان الهضم 90% من الهضم بيحصل ايه؟ بيحصل في الانتستاين. فالاورال كافيتي ملوش نصيب قوي في الهضم في الكيميكال. النبي بيحصل ايه؟ فاكرين لما قلت لك ان الدايجشن في منه ميكانيكال اند كيميكال؟ ميكانيكال يعني ايه؟ تشيوي، نطخ، تمضغ، تهضم الاكل باسنانك. ف الاورال كافيتي بيعمل ميكانيكال دايجشن، هضم حركي، بيهضم الاكل. والاسنان دي على فكره يا شباب نعمه ليه؟ انك لما بتهضم الاكل وتكسر جزيئات الاكل، الطعم الاكل والريحه بتاعت الاكل تطلع عندك، فبتحس بتقدر تتيست الفود، تستطعم الاكل. فالميكانيكال دايجشن ده لما بتهضم الاكل انت بتكسر البونز اللي في الاكل، فبالتالي بتاخد الكونتنتس بتاعت الاكل، فبتقدر تستطعم الاكل. يبقى اول حاجه الصلايفا ايه مكونات الصلايفا؟ الصلايفا 99% 99% من الصلايفا هي عباره عن ووتر، سيرس، ماء، ووتر. وال1% الباقي هتلاقي فيه شويه صولتس، املاح، كلورايد وصوديوم، بوتاسيوم، شويه انزيمات لكن ضعيفه جدا جدا، ضعيفه جدا. يعني مثلا في عندك في الاورال كافيتي حاجه اسمها ايه؟ سليفري اميليز. يبقى اول حاجه عشان نتفق ان السلايفا 99% منها ووتر. طيب 1% بقى ايه؟ عباره عن اورجانيك اند ان اورجانيك سبستانس. اورجانيك يعني حاجات عضويه زي البروتينز مثلا، زي البروتينز اللي هي مين؟ اللي هي الانزيمز. ما هي الانزيمز عباره عن ايه؟ عباره عن بروتينز. زي البروتينز، زي عندك مثلا حاجه اسمها بانكرياتيك اميليز، سوري اسف، سليفري اميليز. سليفري اميليز مش مهم قوي. يقول لك ايه؟ ان الاميليز ده وظيفته انه بيكسر الاستارش، الاستارش اللي هو ايه؟ الكربوهيدرات اللي هو النشويات.
لما تاكل عيش، لما تاكل بطاطس، بيساعد شويه في تكسير الستارش، لكن ملوش اهميه. انا بقول لك من دلوقتي ملوش اي اهميه. حتى انا سميت لك سليفر. ليه؟ سليفر دي يعني ايه؟ العيل ايه؟ اللي ملوش لازمه. لان تعرف ان التكسير الاساسي الصحيح بيقلل الاستاش عن طريق حاجه اسمها بنكرياتيك اميليز. في البنكرياس بيفرز اميليز لكن قوي جدا جدا. يبقى اول حاجه في الصليبه في الانزيمز السليفر اميليز بيساعد شويه في تكسير الاستاش. حاجه اسمها السليفري لايبيز من اسمه بيساعد في تكسير الليبيدز او الفات، لكن برضه ايه؟ ملوش لازمه. تمام؟ مش مهم قوي. يبقى انت عندك اول حاجه السلايد قلنا 99% منها ميه، 1% انزيمات بس ضعيفه زي اللايبيز الاميليز. طيب عندك حاجات ثانيه بتعمل ايه؟ عندها انتي بكتيريال او انتي مايكروبيال اكشن. يعني ايه انتي مايكروبيال اكشن؟ يعني ضد البكتيريا، ضد الباثوجين. احنا قلنا انت بتدخل اكل، الاكل ده مش بيكون سترايل، مش بيكون معقد. انت بتدخل اكل بيكون معاه حاجات زي البكتيريا الفونجاي تدخل مع الاكل، فربنا حط لك حاجات بتهاجم الباثوجينز دي. زي مثلا مين؟ حد عارف حاجه مهمه جدا موجوده في الصلايبه، مهمه جدا، اسمها ايه؟ لايزوم. لايزوم زوم زي حاجه اسمها تستاتينز، بيروكسيديز. البيروكسيديز ده يا شباب عامل زي ميه النار، بيكسر السيل ممبرين بتاع البكتيريا. الحاجات دي كلها عندها انتي مايكروبيال اكشن، انتي مايكروبيال اكشن. برضو في الصلايبة هتعرف يا شباب ان اللعاب في منه نوعين عشان نكون متفقين. اللعاب الصلايبة اللي بتاخد من السليفر جلاند في منه تو تايبس، حاجه اسمها ميوكس صلايبة، وحاجه اسمها سيرس صلايبة. ايه بقى ميوكس صلايبة يا شباب؟ ميوكس يعني الميوسين، فيها بروتين اسمه ميوسين. الميوسين ده عباره عن ايه يا شباب؟ الميوسين ده بيغطي الاورال كافيتي من بره عشان يحميها من ان لو اتعرضت لاي اكل سخن او الميكروب، يعني من الاخر بيرطب الاورال كافيتي، بيعمل ترطيب للاورال كافيتي. تمام؟ وبروتكشن، يخلي الاورال كافيتي كده رطب وبروتكشن من اي باثوجين او اي اكل سخن او اي احماض تنزل عندك في الصلايب. يبقى اول حاجه في الصلايب الكاركترستيك انها 99% ميه، 1% بس فيها شويه انزيمز ما لهمش لازمه زي الاميليز اللايبيز. في حاجات ثانيه لها انتي ميكروبيال اكشن زي اللايزوزوم، هيستاتينز، بيروكسيديز. تمام؟ طيب الصلايفة في منها ايه؟ نوعين، حاجة اسمها ميوكس صلايفة وحاجة اسمها سيرس. سيرس يعني مائي، عبارة عن مية فقط. قلنا الميوكس صلايفة بيخرج منها حاجة اسمها الميوسين، وظيفته ايه؟ ليوبريكانت. ليوبريكانت يعني مرطب للأوراي كافيتي، يخلي الأوراي كافيتي عندك ايه؟ رطب، بيعمل بروتكشن للأوراي كافيتي أجينست الباثوجينز والبكتيريا اللي بتدخل جوه. تمام؟ طيب السليفري جلاندز، الميجر سليفري جلاندز احنا قلنا هم ثلاثه، باروتيد جلاند وسب مانديبولار جلاند وسب لينجوال جلاند. تعال ناخد الاولى اللي هي مين؟ الباروتيد جلاندز، وهي اكبر جلاند موجوده عندك في السليفري جلاندز. الباروتيد جلاندز يا شباب اللي احنا قلنا فين؟ موجوده عندك فين؟ موجوده عندك تحت الاذن، تحت الاذن. فطيب انت برايك الباروتيد جلاند يا شباب، الباروتيد جلاند بتفرز اي نوع من الصلايفة؟ احنا قلنا الصلايفة نوعين، ميوكس صلايفة وسيرس صلايفة. السيرس صلايفة عبارة عن ماء بيتدفق، والميوكس صلايفة عبارة عن ايه؟ مخاط، يعني بيكون لازج عشان يعرف يلزق في الاورال كافيتي. طيب لو سالتك هنا بقى عشان بس ايه ما تحفظ، دي باروتيد جلاند، باروتيد جلاند موجوده عند الاذن، تصب محتوياتها في حاجه اسمها الباروتيد كانال.
يعني بوابه الكنال دي ماشيه ماشيه لحد الاورال كافيتي تحت عشان تصب محتوياتها. طيب يعني هوريها لك دلوقتي، بص معايا في الفيديو. بص شباب، عادي عامل احنا دي البرود الجلان، تمام؟ عادي البرود الجلان ده اهي، وفي حاجه اسمها استنسن داكت، او عشان لو نسيت اسمها هي مسماه على اسم العالم اللي اكتشفها، او قولها ايه، باروت الكنال وخلاص. الكنال اللي بتعمل السكريشن من باروت الجلان لحد الاورال كافيتي. يبقى باروت الجلان وفي كنال ماشيه من اول باروت الجلان لحد الاورال كافيتي، فدي طويله شويه. فالسكريشنز اللي بتخرج من باروت الجلان بتكون سيرس ولا موقس؟ ها حد يقول لي، فكر معايا قول، حتى لو جاوبت غلط مش مشكله عشان اعلق الفلكه. سيرس ولا ميوكس؟ ها سيرس نمبر 1، ميوكس نمبر 2. سيرس ولا ميوكس؟ واللي يقول لي سيرس ليه، واللي يقول لي ميوكس ليه. ها سيرس ليه او ميوكس ليه؟ بس فكر معايا. لا غلط طبعا، استحاله تكون ميوكس. لو ميوكس تبقى مصيبه. البرود جلاند هنا يا شباب، البرود جلاند هنا، والبرود الضغط طويله جدا، فلو نزلت، لو هنا السكريشن دي كانت فيها ميوكس كتير هيلثق ويسد البرود الكنال، وهتبقى في مشكله كبيره جدا هناخدها في الكلينيكال، ان البرود الكنال البرود الجلاند لما تسد يحصل لك تضخم في البرود الكنال ويحصل لك انفلاميشن في البرود الجلاند. فلو كان السكريشن عباره عن ميوكس دي مصيبه. الميوكس ده لزج، حاجه لزجه، بخاخ لزج. لو مشى في البارود الكنال هيلزق البارود الكنال وهيسد البارود الكنال وتبقى مشكله. فالبارود الكنال اللي بيمشي فيها سيرس سكريشن، ميه بتتدفق على طول. ما بتقفش، ما بتلزقش، بتنزل على طول. اما الصبمانديبولر والسبلينجوال انهم قريبين جدا من الاورال كافيتي، هما بيصبوا مباشره في الاورال كافيتي، فبتكون السكريشن ايه؟ ميكس سيرس وميوكس مع بعض. اما البارود جلان ما ينفعش السكريشن بتاعتها تكون سيرس، لان الميوكس هيلزق فيها، هيلزق. فالسكريشن بتاعت الباروتيد بتكون سيرس سكريشن. اما السبمانديبولر والسبلينجوال بيكونوا ميكس، يعني بيكونوا في سيرس ومعاهم شويه ميوكس. تمام؟ وصلت؟ طيب فالبرود الكلام قلنا بتنزل لحد فيها كنال بيسموها استنسن داكت، لو نسيت اسمها قول برود داكت وخلاص. الكنال اللي بتاخد السكريشن من البرود الكلام لحد الاورال كافيتي. طيب عندك بعد كده في عندك اهو الصب مانديبولار جلان، ادي المانديبول اهو الفك وتحت الفك، ففي ضغط هنا اهو بيسموها ايه؟ لو نسيت اسمها قول لهم صب مانديبولار ضغط، او هم بيسموها ايه؟ وارتونز ضغط، لانها قريبه من اورال كافيتي فبتكون ميكس شويه سيرس مع شويه ميوكس. والصب لينجوال يعني ادي اللسان اهو، ادي اللسان اللي هيدخلك جهنم، وادي الصب لينجوال. لينجو يعني لسان، وصب يعني تحت. صب لينجوال جلاند بتفرز ايه بقى؟ ميوكس اكتر وشويه سيرس. ليه؟ لانها قريبه جدا 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 من الاورال كافيتي. اما البروتيد ما ينفعش تكون ميوكس، هيلزق الميوكس في البروتو داكت، ولانها طويله جدا هيلزق فيها وهو ماشي، وهيسد البروتو داكت ويعمل التهاب في البروتو الجلان. طيب الفانكشن بتاعت الصليب، فانكشن اوف صليب، حد يعرف الفانكشن بتاعت الصليب؟ functions of saliva. ها طب سؤال تاني، هي السلايفا احنا قلنا الكاركترستكس بتاع السلايفا ان اول حاجه 99% ووتر، 1% شويه انزيمز،
وزي اللايزوزوم، بيروسيديز، اميليز، اميليز واللايبيز، ده ليه؟ انزيمز ضعيفه في الهضم. حاجه زي اللايزوزوم، البيروكسيديز، دول عندهم حاجه اسمها انتي ميكروبيال اكشن ضد البكتيريا والباثوجينز اللي بتدخلها مع الاكل. طيب قلنا بعد كده ان السلايفا في منها لا اما ميوكاس لا اما سيرس. بروت الكلام بتفرز سيرس، سب مانديبلر وسب لينجوال بيفرز الاثنين. طيب لو سالتك بقى، طب من ضمن الكاركترستكس السلايفا دي يا شباب بتكون الكالين ولا اسيدك؟ يعني هي حمضيه ولا قاعديه؟ السلايفا بتكون حمضيه ولا قاعديه يا شباب؟ لو اسيدك هتبقى مصيبه، هتبقى مصيبه. ليه؟ لان لو اسيدك في خلال 24 ساعه سنانك هتدوب. ان الاحماض اخدته في الميديكال كيمستري، الاحماض دي بتكون ايه؟ بتكون عظامها قويه، هتهضم عندك الاورال كافيتي وهتهضم عندك الاسنان. تمام؟ فالسلايفا سلايت الاسيدك وتكاد تكون الكلاين. يعني فيها حمضيه ضعيفه جدا 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 وتكاد تكون الكلاين. يعني بيقول لك البي اتش بتاعها بيكون من 7.5 ل 8، مش حاجه 6 ل 7، لا بيكون من 7.5، في كتب بتقول لك من 7.5 ل 8، وفي كتب بتقول لك من 7 ل 8. يعني بيكون ايه؟ الحافه، يعني سلايت الاسيدك وتكاد تكون الكلاين. ليه؟ لان لو اسيدك هتبقى مصيبه، سنانك هتدوب في 24 ساعه. تمام؟ طيب لحد الآن يا شباب في مشكلة يا شباب؟ لحد الآن يا شباب في مشكلة؟ أخدنا أول حاجة الأناتوم مصطلح جي أي تي، الهيستولوجي قلنا فور لايرز، ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولاريس بروبريا وستيروزا. أخدنا الأورال كافيتي، قلنا الأورال كافيتي في الصلايبة والسليفري جلاندز، قلنا السليفري جلاندز في ميجور سليفري جلاندز اللي هم المهمين اللي هم الثلاثه باروتيد سب مانديبولار سب لينجوال. والسلايفا قلنا ان السلايفا 99% منها ميه وشويه انزيمات ضعيفه في الهضم زي الاميليز سليفري اميليز، فزي عندك السليفري لايبيز، وفي عندك شويه انزيمات ليهم انتي مايكروبيال اكشن ضد الباثوجينز زي مين؟ لايزوزوم، بيروكسيديز، هيستاتينز. وقلنا ان السلايفا في منها نوعين، لا اما ميوكاس لا اما سيرس. وقلنا الميوكاس ده وظيفته ايه؟ مرطب ليوبريكانت الاورال كافيتي ويحمي الاورال كافيتي، يحميه. تمام؟ طيب بعد كده ندخل في الفرق. معلش انا عارف ان المقدمه بتكون شويه رخمه، الجي اي تي من افضل السيستم وهتشوف المتعه على حق من اول ما ندخل في الاستومك، من اول ما ندخل في الاستومك هتشوف المتعه في الجي اي تي، وكمان هتشوف المتعه اكتر لما ندخل في الانتر. طيب بعد كده عندك الفارينكس والايسوفيجاس. الفارينكس والايسوفيجاس ما لهمش اي وظيفه في الدايجيشن ولا الابسوربشن. ايه ده؟ امال ازاي هم موجودين؟ هما فقط يعتبروا ترانسبورتر، يعني بينقلوا الاكل. الاكل اللي في الاورال كافيتي بينزل في الفارينكس ثم الى الاسوفيجس ثم ينتقل الى الاستومك. يعني انت عندك هنا ادي الاورال كافيتي من على الجنب اهو، ادي الاورال كافيتي اهو، تمام؟ وعندك هنا ادي الفارينكس، أول جزء منه عن قريب مين؟ من الأنف، يسموه النازوفارينكس، يعني الفارينكس الجزء منه اللي قريب من الأنف. بعد كده عندك الجزء اللي ورا السوفت بلاد بيسموه أورو جاي من أورال فم فارينكس، يعني الجزء من الفارينكس اللي هو عند الأورال كافيتي.
والجزء الاخير ده اللي بيسموه لارينجو فارينكس، جاي من ايه؟ اللي هو قريب من اللارينكس اللي هو الصندوق الصوت، تمام؟ اللارينجو فارينكس او بيسموه الهايبو فارينكس اللي هو الجزء الاخير، يعني مين؟ الفارينكس اللي هو ملتصق في مين؟ ملتصق بعد كده بمين؟ بالايسوفيجاس، تمام؟ فالفارينكس والايسوفيجاس ما لهمش اي وظيفه في الهضم ولا الامتصاص، هما جاست ترانسبورت. انت عندك ال عندك ال الفارينكس قلنا في منه ثلاث اجزاء، نازو فارينكس يعني ادي اهو الفم، لو انت دخلت الاكل او دخلت البولس، البولس اللي هو الاكل يعني الممضوغ، عندك الاكل لما ينزل فيه، يجي ينزل الاكل، تبدع الاكل يا شباب، لما تيجي تبدع الاكل عشان ينزل فيه الاوروفارينكس، طب ما ممكن من من الاكل يطلع لحد فوق في الانف، لا ما سبحان الله بقى هنا ايه عندك السوفت بلات، ده السوفت بلات اهو ينقبض فيقفل مين؟ يقفل الطريق على مين؟ يفصل بين النازوفارينكس والاوروفارينكس. الاكل يجي نازل فين؟ يجي نازل على طول الاكل فين؟ في الاوروفارينكس. طيب عند الاوروفارينكس يا شباب بقى، عند الاوروفارينكس في عندك مشكله ثانيه اللي هو ايه؟ جنب الايسوفيجاس، يعني ادي الايسوفيجاس اهو تمام، جنبي حته اسمها التراكية، جنب الايسوفيجاس يعني ادي اهو الايسوفيجاس اهو، ادي الايسوفيجاس اهو، وادي دي الحته المفتوحه دي بيسموها التراكية. طب ما الاكل ممكن ينزل في التراكية ومنه الى اللنج وتبقى مصيبه، وعلى فكره ده مرض، ده مرض، فربنا حط لك مصل ثانيه اسمها الايبي جلوتس. مالها بقى الايبي جلوتس؟ لما الاكل، لما تيجي تبلع الاكل السوفت بلات ينقبض فيقفل الطريق عن الانف، الاكل ما يطلعش فوق الانف، والايبي جلوتس تقفل الطريق على مين؟ على التراكية، فيتقفل الطريق على التراكية وما ينزلش الاكل في التراكية، ينزل فين؟ ينزل في الايسوفيجاس مباشرة، تمام؟ يبقى انت عندك، بص انا هرسم لك رسمه بايدي عشان تفهم، عشان تفهم الموضوع اكتر. هل عندك، بص ادي لما تيجي تاخد تبلع الاكل، الفارينكس في منه جزء بيسموه النازو فارينكس، وجزء اخر بيسموه نرفعه لفوق شويه، وجزء عند الانف عند الفم بيسموه الاورو فارينكس، والجزء الاخير هو بيكمل مع الايسوفيجاس بيسموه لارينجو فارينكس. لارينجو جاي من ايه؟ اللي هو قريب من لارينكس اللي هو صندوق الصوت. طيب عندك الناحيه دي بيكون في مين؟ ادي التراكيه، تمام، وادي الناحيه دي بيكون في الايسوفيجاس. انت لما تتنفس الهواء بيدخل عن طريق الانف، وفين؟ يجي داخل في النازوفارينكس ويعدي في الاوروفارينكس، تمام، ويجي داخل فين؟ عندك، عندك في عضله اسمها الابيجلوتس بتكون موجوده، لو انت مش بتاكل بتكون قافله على الايسوفيجاس عشان الهواء يدخل فين؟ في التراكية على طول. لما بتبدا تاكل بيحصل ايه بقى؟ يحصل العكس، بتبدا تاكل بقى الاكل يدخل من الفم، تمام، عايزين الاكل يدخل فين؟ يدخل الاكل عند الاوروفارينكس، عايزين الاكل ما يطلعش، الاكل يدخل في الاوروفارينكس، عايزين الاكل ما يطلعش لفوق، ولما ينزل ينزل في الايسوفيجاس. ففي عندك تو ماسلز، تو ماسلز، اول حاجه السوفت بالات، السوفت بالات لما بتاكل وتمضغ يجي السوفت بالات يعمل ايه؟ ينقبض ويرجع لورا فيسد، يسد الطريق على النازوفارينكس.
فالاكل ما يعرفش يطلع فوق، ينزل تحت. طب الاكل نزل تحت، فالابيجلوتس، الابيجلوتس تنقبض وترجع تقفل مين؟ تقفل على تراقيا، وينزل اكل في الاسوفيجاس. هوري لك، هبعت لك فيديو انيميشن يوريك ازاي السوفت بالات بيقفل النيزوفارينكس، وازاي الابيجلوتس بتقفل على التراقيا عشان الاكل ما ينزلش للتراقيا ولا يطلع على النازوفارينكس. طيب، فده النازوفارينكس ملوش اي اهميه في الدايجشن ولا الابسوربشن الا انه ترانسبورتر. طيب بعد كده عندك الاسوفيجاس. الاسوفيجاس برضو ملوش وظيفه في الهضم، فالامتصاص هو جاست ترانسبورتر. طيب بس الاسوفيجاس شباب عايزين نعرف فيه كام معلومه. الاسوفيجاس احنا اخر حاجه نقف عندها يا دكتور الاسوفيجاس، ما تقلقش اخر حاجه الاسوفيجاس، وهنعمل مراجعه سريعه وهنوقف على كده. الاسوفيجاس شباب هناخد فيه كام معلومه. اول حاجه الاسوفيجاس طبعا هو بيبدا منين؟ من الفارينكس، بيوصل الفارينكس بالاستومك. انت عندك ادي الفارينكس، اللارينجو فارينكس اخر جزء في الفارينكس. بعد كده هتلاقي مين؟ هتلاقي الاسوفيجاس، هتلاقي الاسوفيجاس، وده بيوصل لحد الاستومك. تمام؟ لو قلت لك قول لي الهيستولوجي بتاع الاسوفيجاس، ما تقولش ما اعرفش. احنا خدنا قلنا كل الجي اي تي يتكون من فور لايرز. ميوكوزا، الاول ميوكوزا من جوه، سب ميوكوزا، ماسكولاريس بروبريا، وسيروزا. تمام؟ طيب الاسوفيجاس شباب، الاسوفيجاس 3 ريجون زي الفارينكس. الاسوفيجاس بيبدا من عندك، من عند الرقبه، فاول جزء في الاسوفيجاس بيسموه ايه؟ سيرفايكال اسوفيجاس، او الجزء السيرفايكال يعني عنقي اللي هو مقابل للنك. تاني جزء دخل لحد الصدر فبيسموه ثوراسيك اسوفيجاس. بعد كده في عندك، في عندك عضله بيسموها الديافراجم اللي هو الحجاب الحاجز، اللي هي بتفصل الصدر عن البطن. الاسوفيجاس بيكون هنا في عباره عن ثقب بيسموه الهياتس، بيعدي في الاسوفيجاس ويخترق لحد البطن عشان ينزل في المعده، فبيسموه ايه ده؟ الابدومينال اسوفيجاس. يبقى انت عندك الاسوفيجاس من اول الفارينكس اللي هو اول الرقبه لحد فين؟ لحد تحت عند الاستومك. فبتلاقي الاسوفيجاس ده 3 بارتس. اول بارت في الاسوفيجاس بنسميه سيرفايكال بارت اللي هو مقابل للنك، وبعد كده يعدي في الصدر ثراسيك بارت ينزل لحد تحت، وفي عندك بعد كده هنا اهو في حاجه اسمها الحجاب الحاجز، وفي ثقب هنا اهو فبيعدي جواه، بتسمى الثقب ده اللي هو هياتس، لحد ما يخترق لحد البطن وينزل يمسك في مين؟ في الاستومك. فبنسمي الجزء الاخير اللي هو اصغر جزء ابدومينال بارت، الجزء اللي هو في البطن. تمام؟ طيب تعال ناخد بس الاسوفيجاس على السريع ونوقف على كده. الاسوفيجاس شباب قلنا برضو زي اي مكان في الجي اي تي يتكون من فور لايرز، ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولاريس بروبريا، وسيروزا. طيب اول حاجه الميوكوزا، قلنا الميوكوزا اول جزء بيكون مين؟ افتكروا الابيثيليوم. الابيثيليوم هو عباره عن ايه؟ غشاء، غشاء بيحمي الجي اي تي لما بيتعرض للاكل. فالابيثيليوم ده شباب بيكون من نوع معين، من نوع معين بنسميه ايه بقى؟ ادي الاسوفيجاس اهو، وفوقيه مين؟ فوقيه الفارينكس، وتحتيه الاستومك. الاكل بتبلعه من الفارينكس، بيكون في عندك هنا اول حاجه اسفنكتر، اسفنكتر يعني محبس،
ما بين يفصل الفارينكس والاسوفيجس ومحبس يفصل الاسوفيجس مع الاستومك. اللي فوق ده بنسميه ايه؟ upper esophageal sphincter. واللي تحت بنسميه lower esophageal sphincter. طيب upper esophageal sphincter و lower esophageal sphincter. ال upper esophageal sphincter ده يا شباب voluntary. يعني ايه voluntary؟ يعني تحت ارادتك. يعني انت لما تيجي تبلع ممكن تبلع ممكن ما تبلعش. فلما عندك قدره انك توقف الاكل عند الايسوفيجاس هنا من فوق بس تفتح الابر ايسوفيجاس سفنكتر او ما تفتحوش. بس وانس ان الاكل نزل خلاص بقى الايسوفيجاس كله انفولنتري. اقول لك حاجه ظريفه، الجي اي تي اوله فولنتري واخره فولنتري وما بينهما انفولنتري. يعني لما انت تيجي تبلع انت عندك القدره انك توقف البلع بنفسك، عندك قدره انك توقف البلع، وبرضه اخر حته في الانس عيب تقول لي انفلانتر ازاي؟ هنشرح بالتفصيل في لما نيجي نوصل للانس ان انت عندك في الانس ربنا حاطط لك تو سفنكتر محبسين، واحد من جوه بنسميه الانترنال سفنكتر، واحد من بره بنسميه الاوتر او الاكسترنال سفنكتر. اللي من جوه ده انفلانتر يعني غير من غير ارادتك، اول ما يفتح تبقى عايز تدخل الحمام. بس هل انت معقول لما تجي لك تبقى عايز تدخل الحمام بتعملها على نفسك خلاص؟ لا، ربنا حط لك محبس من بره فولنتري تحت ارادتك بتمسكه بنفسك، حتى بيكون ظاهر عليك انك عايز تدخل الحمام انت ماسك نفسك، انت ماسك نفسك بالاكسترنال سفنكتر. فاول حته في الجي اي تي اللي هي الابر اول سفنكتر اللي هو الابر سفنكتر ده فولنتري، تفتحه وتبلع تقفله ما تبلعش. واخر حته في الانس برضه فولنتري اللي هو الاكسترنال سفنكتر. انت عندك واحد قبله انفولنتري اللي هو الانترنال اللي من جوه ده، اول ما تكون عايز تدخل الحمام فجاه تبقى عايز تدخل الحمام، بس طبعا مش بتعملها على نفسك. ليه؟ ربنا حط لك محبس من بره ثاني تحت ارادتك فولنتري اللي هو مين؟ الاكسترنال. تمام؟ طيب نرجع بقى للاسوفيجاس. قلنا الاسوفيجاس في الابر اسوفيجال سفنكتر واللور اسوفيجال سفنكتر. من الابيثيليوم يا شباب اللي بيغطي الاسوفيجاس من جوه من نوع حاجه اسمها كولومنر، سوري سكوامس استراتيفايد ابيثيليوم. سكوامس استراتيفايد ابيثيليوم يعني ايه سكوامس شباب؟ سكوامس بتلاقي عريض قوي جدا. تمام، استراتيفايد يعني ايه؟ يعني في عديد، يعني اكتر من طبقه. ليه؟ عشان انت بتدخل مع الاكل حاجات ومصايب، بتدخل مصايب مع الاكل، فلازم يكون الابيثيليوم هنا سكوامس يعني عريض وقوي، واستراتيفايد يعني كذا لير تحت بعض. تمام، عشان ايه؟ يحمي الايسوفيجاس من الايرتان، من الحاجات اللي ممكن ايه تجرح الايسوفيجاس، ما عدا حته بسيطه. والحته دي يا شباب هتجي لك في امتحان اليو سي ام اللي عايز امتحان الامريكي. الحته اللي تحت هنا يا شباب اخر حته في الايسوفيجاس هنا بتكون من نوع بنسميه كولومنر ابيثيليوم. ليه بقى؟ بص، الكولومنر ابيثيليوم بتلاقيه كولومنر يعني مستطيل. ده مش بيكون قوي، ولكن بيكون عنده خاصيه بنسميها ايه؟ سكريتوري. يعني سكريتوري يعني مفرز، بيفرز ايه؟ بيفرز ميوكس، ميوسين. الله، استنى بقى، ليه؟ انت لو ذكي وشغلت مخك، احنا عارفين كلنا من ايام ابتدائي واعدادي ان الاستومك دي فيها احماض، اكتر جزء حامضي في الجسم هو الاستومك. العصاره الوحيده اللي في جسمك اللي هي حامضيه اللي هي العصاره المعديه. فلما اللور اسفنجيال سفنكتر ده لما يفتح يا شباب، لما يفتح
ممكن شوية أسيد يطلعوا لفوق، ممكن شوية أسيد يطلعوا لفوق. فربنا حط لنا آخر حتة في عند اللور اسفنجيال سفنكتر من نوع مين؟ كولومنر إبيثيليا. ليه؟ عشان بيفرز ميوسين. عشان الميوسين ده ليه وظيفتين. أول وظيفة إحنا قلناها إن الميوسين ده بروتكشن، بيغطي الإيسوفيجس طبقة من الميوسين كبيرة عند اللور اسفنجيال سفنكتر. وكمان الميوسين ده شباب بيعمل وظيفة مهمة جدا بنسميها البافرنج. يعني ايه بافرنج؟ يعني معادلة الحمض. الميوسين ده بيكون الكلين، قاعدي. فلو شوية أحماض خرج من الاستومك لفوق، الميوسين ده بيكون ايه؟ قاعدي، فيعادل ويدمر الحمضية بتاعت ال HCl، الأحماض اللي بتخرج من المعدة لفوق. شفت؟ سبحان الله. فالإيسوفيجاس كله سكوانس ستراتيفايد ابيثيليا. بس الشخص بقى الذكي الاوائل لا، الا الحته الاخيره عند اللور اسفنجيال سفنكتر، لا يا دكتور، دي كولامنر ابيثيليا. ليه كولامنر؟ قلنا لان الكولامنر ده وظيفته في الهيستولوجي، لما ناخد كورس الهيستولوجي، انه سيكريتوري، بيفرز ايه؟ بيفرز ميوسين. وظيفته ايه الميوسين؟ انه بيغطي الجزء ده، لان هو اكتر جزء تعرضا للاحماض اللي ممكن تخرج من المعده. وكمان الميوسين ده الكالين، يعني بيفرز حاجات الكالين تعادل الحمضيه اللي بتخرج من الاستومك. تمام؟ فتاني الاسوفيجاس سهل جدا، ما فيهوش غير كلمتين. هو عباره عن تيوب بيكون طولها مش مهم قوي، يعني 25 سم. تمام؟ تقريبا بيكون 3 اجزاء. اول جزء اللي عند الفارينكس اللي هو بيسموه السيرفايكال اسوفيجاس، ثاني جزء اللي داخل لحد السوركس الثوراسيك اسوفيجاس، ثالث جزء اللي هو دخل خلاص في الابدومن بنسميه ابدومنال اسوفيجاس، اللي هو لازق في مين؟ في الاستومك. عندك فوق سفنكتر بنسميه ابر اسوفيجيال سفنكتر، وتحت لور اسوفيجيال سفنكتر. الابر اسوفيجيال سفنكتر فولانتري، تحت ارادتك. ليه؟ انت تتحكم في البلع، لا تبلع لا ما تبلعش، انت تتحكم في البلع. فممكن تفتحه فينزل الاكل، بس وانس ان الاكل نزل في الاسوفيجاس خلاص اصبح انفلانتري، ما تقدرش توقف الاكل في طالما دخل في الاسوفيجاس. فاللور اسوفيجيال سفنكتر انفلانتري، ما تقدرش توقف اللور اسوفيجيال سفنكتر من انه الاكل ما يدخلش المعده خلاص. طيب الهيستولوجي بتاع الاسوفيجاس زيه زي اي حته في جي اي دي، فور لير، ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولاريس اكسترنا، وسيروزا اللي قلناهم في الاول. كل الاسوفيجاس سكوامس ستراتيفايد ابيثيليوم. سكوامس الدكتور غزال قال لنا ان هو بيكون عريض وقوي، ستراتيفايد كذا لير، ما عدا اخر حته عند اللور اسوفيجيال سفنكتر بتكون كولومنر. ليه كولومنر؟ لان هي اكثر جزء تعرضا للاستومك، واحنا عارفين الكولومنر سكريتوري، يعني بيعمل سكريشن، يعني بيفرز ايه؟ بيفرز الميوسين، اللي هو ليه وظيفتين. اول وظيفه بروتكشن، بيغطي الجزء اللي هو اكثر تعرض للاستومك، وبفرنج يعني بيعمل معادله، شويه الاسيد اللي بيطلعوا فوق لما الاسفنك ده يفتح يطلع الميوسين ده، يطلع الكالاين سكريشن تعادل الاحماض دي، تعادل الحمض المعدي. تمام؟ طيب وعارفين قلنا ان الاسوفيجاس، قلنا اللير رقم 3 فاكرين في الهيستولوجي، قلنا ميوكوزا سب ميوكوزا، وبعد كده في مين؟ الماسكيولاريس بروبريا. وقلنا ان الماسكيولاريس بروبريا في منها تو تايبس اوف ماسل، سيركيولار ولونجيتيودينال. وظيفتهم ايه؟ قلنا يساعدوا في حاجه اسمها بريستالزيس. بريستالزيس يعني ايه بريستالزيس يا شباب؟ بصوا، لما تبدا على الاكل، لما الاكل بينزل في الاسوفيجاس بتلاقي ايه؟ البريستالزيس باختصار بتلاقي حته بيحصل لها كونتراكشن عشان تزق الاكل لقدام، والحته اللي قدام الاكل دي بيحصل لها ريلاكسيشن عشان توسع. فبتلاقي السيركيولار ماسل تعمل ايه؟ بتعمل اول حاجه اللونجيتيودنال ماسل، تنقبض
فتضغط البولس، البولس اللي هو الاكل يعني الممضوغ، والسيركلر تنبسط فتفتح الطريق قدام الاكل، فتلاقي البولس وراه كونتراكشن وقدامه ريلاكسيشن. الكونتراكشن يزق الاكل لتحت، والريلاكسيشن قدامه عشان ايه الدنيا تفتح والاكل ينزل. لو بص عامل ازاي، بص معايا في الفيديو. فتلاقي بص انا عندك عليه الاس بيجز اهو، بتلاقي الليمون تقدر تنقبض فالاكل ينزل، والسمكه تنبسط فايه فتلاقي الدنيا تفتح قدام فالاكل ينزل تحت. فمن فوق انقباض، من فوق انقباض فالاكل يتزق لتحت، وتلاقي عندك السمكه تنبسط، تنبسط اللي هي العارضه تنبسط، فالاكل ايه يلاقي الطريق واسع قدامه فينزل، وهكذا. كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، فالاكل يتزق والدنيا تفتح، الدنيا تفتح قدامه فالاكل ينزل. تمام، دي وظيفه مين؟ السيركولار اند لونجيتودينال ماسلز. سيركولار عريضه، واللونجيتودينال، لونجيتودينال تنقبض فالاكل يتزق، السيركولار تنبسط فالاكل، فالدنيا توسع قدام البولس، فالبولس ينزل لتحت لحد يوصل لمين؟ للاستومك. تمام، طيب احنا كده خلصنا مراجعه على السريع. اهم جزء في الحصه والمراجعه، مراجعه على السريع يا شباب. يبقى قلنا اول حاجه الجاستر انتستاين تراك، قلنا يبدا بفتحه ينتهي بفتحه، اللي هو اول حاجه الاورال كافيتي، وينتهي بفتحه الشرج للانس. قلنا الجاستر انتستاين تراك يبدا ب اورال كافيتي، فارينكس، ثم اسوفيجاس، ماسك في المعده، ستومك، سمول انتستاين. الاكل في السمول انتستاين 90% من الدايجشن اند ابسوربشن يحدث في السمول انتستاين، ثم الاكل في السمول انتستاين بعد ما يتهضم يمتص. يعني ايه ابسوربشن؟ يعني الاكل اللي اتهضم ده يمتص وينزل الدم. طب البواقي الفضلات تنزل تروح للكولون اللي هو الدرج انتستاين، وتنزل مع الانس، فتحه الشرج على هيئه ايه؟ براز فيسز. قلنا الاكشن بتاع الجي اي بي، تخيل انت معاك ساندوتش، اول حاجه بتعمل ايه؟ بتدخله انجشن في الفم، بعد كده دايجشن هضم. قلنا الدايجشن في منه نوعين، ميكانيكال كيميكال. ميكانيكال حركي زي المضغ والسوالوينج البلع، والكيميكال اللي هو عن طريق الانزيمز زي في الصلايبه بتفرز بعض الانزيمات ايه الضعيفه زي الاميليز، زي الدايبيز، زي برضه بيحصل سكيشن للميوكس اللي بيرطب الفم. طيب فقلنا تالت وظيفه اللي هي سكريشن، سكريشن للانزيمز، للميوكس، للووتر، بس الصلايبه معظمها ووتر. اخر رابع حاجه الابسوربشن، الاكل بعد ما يتهضم يمتص ينزل في الدم، وقلنا في محاضره كامله عن الابسوربشن. بعد كده الاكل ما اتهضم وامتص، البواقي يحصل لها ايه؟ اكسكريشن عن طريق الانس. طيب قلنا الهيستولوجي بتاع الجي اي دي اربع حاجات، انا مش خامس. قلنا ميوكوزا، سب ميوكوزا، ماسكولار استرابيا، وسيروزا. قلنا الميوكوزا اللي اول لير، اول لير نفسها تتكون من ثلاث ليرز. اول حاجه الاندثيليوم، وقلنا الاندثيليوم سكوامس ستراتيفايد اندثيليوم، بس هيختلف في بعض الاماكن زي في الاسوفيجاس كان كله سكوامس، بس ما عدا اخر حته كانت ايه؟ كولومنا. طيب بعد كده في عندك اللامنا بروبريا، واللامنا بروبريا وظيفتها ايه يا شباب؟ وظيفتها ان هي بيجي لها بلاد فيزل صغيره بتغذي بيها الابيثيليوم، وبيكون موجود جواها الجلاند اللي هناخدها بالتفصيل في الاستومك. هنبدا بقى الجلاند اللي بتفرز انزيم في الاستومك. وبعد كده الماسكولارس ميكوزا، في جزء كده ماسكولار بيمسك الثري ليرز بتوع الميكوزا مع بعض. بعد الميكوزا في سب ميكوزا، والسب ميكوزا اللي بيكون فيها اللارج بلاد فيزل، بلاد فيزل الكبيره اللي الاكل هينزل فيها يحصل له ابسوربشن فيها. بعد كده في الليرز الثالثه، الليير الثالثه اللي هي ماسكولارس بروبري، روبري يعني الاساسيه، المصل بقى الكبيره الاساسيه.
واللي هي ايه؟ نوعين longitudinal and circular. طيب كل جي اي تي في longitudinal وسيركولار، بس في بعض الاماكن بيزيد عليها، مثلا في الاستومه هتلاقي في واحده زياده. طيب بعد كده السيروزا. طيب قلنا الاورال كافيتي، قلنا الاورال كافيتي في اهم حاجه في الاورال كافيتي ده السلايفا، وقلنا السلايفا الكاركترستكس اوف سلايفا، قلنا اول حاجه ان السلايفا بتكون سلايتلي اسيد، سلايتلي اسيدك يعني حمضيه ضعيفه جدا جدا وتكاد تكون القليه. ثاني حاجه الانزيم بيفرز من 1000 ل 1500 مللي لتر، يعني لتر لتر ونص سلايفا في اليوم. 99% منهم ووتر سيروس سكريشن، 1% بس يبقى ملوكس بروتينز انزيمز. تمام. طيب قلنا السليفر جلاند في هنا حاجه اسمها ميجور سليفر جلاند، السليفر جلاند الاساسيه، وفي حاجات كده متوزعه في الفم بنسميها ماينور سليفر جلاند، شويه عند الخد بنسموهم بوكال سليفر جلاند، بوكا يعني خد. اما الاساسيين اللي هم مين؟ الاساسيين اللي هم الميجور سليفر جلاند اللي هم باروتيد اللي عند الاذنين، وتحت الفك صب مانديبولار، وتحت اللسان صب لينجوال. قلنا الباروتيد مينلي سيروس سكريشن، ليه؟ لان الباروتيد كانال كبيره، لان الباروتيد جلاند بعيده عن الاورال كافيتي، وبالتالي الضغط طويله جدا لحد ما توصل من الاذن لحد الاورال كافيتي. فلو كان بتفرز ميوكاس كانت الضغط دي هتلزق وتتسد، فمن حكمة ربنا ان الباروتيد سكريشن مينلي سيروس يعني ووتر. تمام؟ ووترز وانزيم، لكن ما فيهاش مين؟ ما فيهاش ليوسين. اما السب مانديبولر والسب لينجوال بيكون ايه؟ ميكس ميوكس مع سيروس مع ووتر. طيب بعد كده قلنا ان في الفارينكس، والفارينكس في منه 3 بارت اللي موصل للاذن للانف اللي بياخد الهواء بنسميه نازو فارينكس، اللي ورا السوفت بلات من ورا بنسميه اورو فارينكس، بعد كده اللي نازل تحت ولازق في الاسوفيجاس بنسميه اللارينجو فارينكس او الهايبو فارينكس. بعد كده قلنا الاسوفيجاس، والاسوفيجاس عباره عن قناه ملهاش اي لازمه في الدايجيشن ولا الابسوربشن، ما هي الا ترانسبورتر ناقله للاكل. طيب قلنا الايسوفيجاس في محبس ما بين الفارينكس والايسوفيجاس من فوق، ومحبس اخر ما بين الايسوفيجاس والاستومك من تحت، اللي فوق بنسميه ابر ايسوفيجيال سفنكتر، واللي تحت بنسميه اللور ايسوفيجيال سفنكتر. واللور ايسوفيجيال سفنكتر ساعات بنسميه اسم اخر جاسترو ايسوفيجيال سفنكتر، يعني السفنكتر اللي ما بين الجاستر يعني استومك والاسوفيجس، فبنسميه جاسترو اسوفيجيال سفنكتر. طيب قلنا ان الاسوفيجس كله بيكون فيه الميوكوزا والسبميوكوزا والماسكيلاريس بروبريا والسيروزا، وقلنا معلومه صغيره ان الانسيليم اللي موجود في الاسوفيجس بيكون استراتيفايد عادي جدا، ولكن ما عدا الحته الاخيره اللي هي قريبه من الاستمك بتكون من نوع اسمه كولامنر ايبيثيليوم. كولامنر يعني مستطيل. طب ليه؟ ليه ربنا خلق الحته دي كولامنر؟ لان الكولامنر ايبيثيليوم من خصائصه انه سكريتوري ايبيثيليوم. يعني ايه سكريتوري؟ يعني بيفرز. بيفرز ايه؟ بيفرز الميوسين. طب وايه الفايده؟ الميوسين ده ربنا حطه عند اللور اسوفيجيال سفنكتر عشان المنطقه دي اكثر منطقه تعرضا للاحماض، لان لما يفتح السفنكتر ممكن شويه اسيد يدعم الاستومك يدخله فين؟ في الاسوفيجس. فربنا حط له حاجه اسمها ميوسين واقف بالمرصاد. الميوسين ده بيعمل بروتكشن، وكمان ايه؟ بيفرز الكالاين سكريشن، حاجات تعادل الحمض، حاجات تدمر الاحماض اللي ممكن تعدي للور اسوفيجيال سفنكتر.
تمام يا شباب. وقلنا ان الابر اسفنجال سفنكتر لا فولنتري، انت تتحكم في البلع، ولكن وانس ان الاكل دخل في الاسوفيجاس ما تقدرش توقف الاكل. طيب الحصه النهارده انا عارف اول حصه دايما اول حصه بتكون شويه مش لطيفه، بس الجي اي اي يعني متعته هتكون هتبدا من الاستومك.